فام تخدم. علاش كنت؟ اللي عندها الاولاد بلاصتها الدار انا بور موا. لي برينسيپ تاعها جوست على بها ما كاش دي بروبليم. تجينا فاكونس، الفو روبوزي شويه. نجيو حنا نجيو سكيكدا، تونس، حمامات، سوسة، نجوزو ثلاث ايام اربع ايام ونروحو ان شاء الله بيان. سكيكدي انت؟ عجبنا سكيكدي وي. سكيكدي هما القبائلية ولا؟ نو سكيكدي، سكيكدي مش قبائل. قبائل بجاية تيزي وزو بويرة هادو قبائل. حنا سكيكدا تسمى كيما الشاي يقولوا الشاوية، تاع الغرب يقولوا لنا الشاوية. وين بالضبط؟ غرب. لا لا شرق. شرق حنايا شرق. شرق. كيفاش عرفت على المدام؟ عرفتها نورمال. طريقة تقليدية ولا غير؟ مكتوب نورمال عادي. يا ولا تعرفت على الفيسبوك؟ نو نو مكتوب، عندي جيزون زواج انا 10 سنين. ما شاء الله. و10 سنين خنس المدام، حلو مر، حلو كاو. نهار هكا نهار هكا الحمد لله. هكا وهكا. ايوا. هكا هو هكا هو. كيفاش تتعامل مع الرجل الجزائري نقولوا نحن؟ معروفة طبيعته هكا شوية مغلقة، شوية نرفوزي، شوية. يعني زوم هي تحس صفه مشتركه في الجزائريين هكا ولا بس حاجه مليحه تحسوا هكا يحبك تاعك وحدك تحسوا راجل كي غير الميسيو شنو يعمل ما هو ما يديرونجينيش يعني صراحه ما تزافينيش يقول لك تما شاد لي برينسيپ تاعها لي برينسيپ تاعها جوست على بها ما كاش دي بروبليم عادي ما ديباسيش لي ليميت نورمال عادي وي جيست جيست ما دير عندكم بنوته لهنا عندنا 3 غوص عندي ثلاثة عندي الكبيرة أنس كبيرة 10 8 أنس عنده 8 و 5 وعندي 2 زون هذه 5 وعندي وين من الآخرين؟ ما كاش وعليه؟ كعبة حبة واحدة بزاف لا عاد كيش تحوصوا بها تحوصوا بها مرة حبة يجي واحد بدالة باش ما يهرجوناش جينا فاكونس الفو غوبوزي شوية مالا سايبولكم روسكم الصغار بزاف واعرة شوية سي با فاسيل سي با فاسيل تنصحوا الكوبل الجزائريين باش يجيبوا برشا صغار ولا لا؟ يجيبوا علاه مكتوب ربي وسمع على ربي كلش حاجة بالمكتوب اي ما فصحهم كي تجيبوهم مسؤولية تعب اكيد تعب صح بيان ترونكيل الحمد لله 3 غوس سي بون سي سوبر بيان العبد يقدر عليهم يعيشهم بشي اللي كتب ربي ربيهم تربية حسنة وعلى ربي وعلى ربي سي بور سي تو هذا ما كان وين الوجهه تو؟ درك حنا هنايا ومن بعد سوسه ان شاء الله سوسه باذن الله علاش سبيسيالمون سوسه؟ سوسه تعجبنا لاكوت تاعها مليحه فيها كالم بيان حطها بيان هذا ما كان لي زوتيل بيان منا ريكلاج على الكيف والمدام هي تقول لك وين نمشي ولا انت تقولها؟ كيما نحب انا جي بي اس تاعي نتراسي جي بي اس ديالي ونتكل على ربي وعاد ما يقول لي انا والمدام لا ما تعرفش والو جي بي اس هي تبعني برك استبدادي المسيو ولا لا؟ ايش؟ مش مشكل ما يقلقش مش مشكل ها؟ مش مشكل باهي سمعنا لي في سكيكدا خاصة فما راجل جزائري عرس بزونسة فرلين جاري سكون اكوتي دي موا لا والله فواز جارك جارك جاري فواز كي نطلع انا من دار بابا سبا مش داري انا داري وحدي كي نطلع من دار بابا نشوف دارهم شنو مورايك؟ بيان على الكيف يعطيه الصحة اما دام ما اسمي فاش يحكي حرية شخصية أنت كرجل جزائري تقبل تعدد الزوجات ولا؟ كي نعود في جهدي وتقبل لي المعلمة نتعدد كي ما تقبل ليش أني معاها وش نقول لك شنو رأيك مدى؟ ما عنديش رأي قال لك نقبل تعدد الزوجات أما بشرط دين نورمال بشرط أنه المدام تقبل أنت تقبل؟ على باله بلا ما نهدر يا أنا خطلك هيا انا وانت تفاوضت معاه في الحكايه جامي نو ما عنديش حاجه اصلا انا عندي لا فام تاعي بيان بيرسونيل بيان ما عنديش حاجه في الحوايج هادو عادي لو مثلا يتعرف على مدام ويقول لك نديها وانت معناتها تعيش في ظروف مرتاحه انت ووليداتك في دارك مستقله تقبل ولا لا؟ بعيد الشر قلت لي كل جمعة بريسك بين العوام اللي فاتوا عندنا تروازون أول مرة جينا دركا من تروازون اللي فاتوا تاع الكورونا دو سويت سي لا بروميير فوا بصح لي زاني باسي جينا كل شاك سومان خميس جمعة نجي ونكسرو ويكاندي ونروحو بريسك شاك زو جور كالم هنا بيان وتخير تجي لتونس وحدك فرد واحد
والا مع العائله؟ انا جيت وحدي، جيت مع العائله، جيت كلش. هو يقول لك السر وراء علاقه زوجيه ناجحه هو لهنا، ويقول لك المراه عندها دور كبير في انها تضمن لهنا في الوسط العائلي متاعها. انت كمدام اليوم كيفاش نجم تخلي عائلتك عايشه في بيئه صحيه؟ يتقف عليهم، تقعد شاده دارك، ولادك لا تيب راجلك، هذو هما الحوايج نيسيسير بور موا. قلت لي شاده دارك يعني ما تخدمش؟ نو، انا كونت لا فام تخدم. علاش كونت؟ اللي عندها الاولاد بلاصتها الدار انا بور موا. ما تنجمش تحطهم في روضه؟ انا ماما كانت تخدم، انا كونت خلطت في الروضه مش شافير. يعني انت لو عندها تجربه كبيره، عندها تجربه كبيره في الشيء هذا. ماما خوف دونجلي وكانت تخدم. لو تيح في بخدمه في دومين قرايتك، الخدمه اللي انت كنت تحلم بها تخدمها وتحط ولادك؟ نو نو كونفيرمي نو. ولادي ما نقدرش نخليهم حتى واحد، ما عنديش كونفيونس حتى واحد. والمراه الجزائريه في العموم تقبل الخدمه ولا لا؟ انا ماشي كيما انا حاله خاصه، بصح اغلبيه الجزائريه تخدموا نورمال وحطوا ولادهم في الروضه. وشي انا بالك زايده هكا حنان على ولادي شويه، بالك انا كسبيسيال مش كيما الناس الاخرين. وانت كراش هذيك تولي لها ليها هي اللي برينسيپ تاعها، تحب تخدم تحب ما تخدمش. انت مخلي لها الحريه؟ بيان سور، هي ما حابه تخدم ما حبش تخدم هي. اما هي ظاهر فيها حريه بحريه. ما حبش تخدم امبوسيبل. ديجا ناقشنا الموضوع هذا وما فيهاش. اسمها نهائيا ما تخدمش، عندها ولادها. قالت لك ربي ولادي. عندي وليداتي نخدم نورمال، مي بصحكم عندي الاولاد لا. جو ريغريت. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم في تونس. يا حفظك تي تاني، شكرا لك. إجازة طيبة. شكرا يا عايشك. وكان عندكم إذاعة. هذا ما كانش نقول لك تونس مليحة، اللي يحب يجي مرحبا به يحوس.